نعم. قال ولا تحسبي عن يتسوق بالعود الواحد كلاوي صاعدا. نعم، بعض الناس قد يكره طبعا أن تستاك بالعود ثم تعطيه إياه فيستاك به، يكره الناس ذلك، وبعض الناس ما عنده مشكلة في هالأمور هذه. لكن بين الزوجين مثلا لا يكره الزوج أن يأخذه من فم امرأته، ولا تكره المرأة أن تأخذه من فم زوجها، أو الأم تأخذه من فم ولدها مثلا. وقد ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها، لم في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، وفي يد عبد الرحمن بن أبي بكر سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أخذه لك، يعني تريد السواك؟ فأشار برأسه نعم، وكان قد تعب صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، فأخذته من عبد الرحمن أخيها فقضمته، فهنا استعملته بعد أخيها فقضمته، ثم طيبته، ثم قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به. فهي أخذته من فم أخيها، والرسول أخذه من فمها صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بأس أن يستاك واحد أو اثنان في سواك واحد، لا بأس بذلك، كما فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم.